شيخ الألباني رحمه الله شافت امرأة جزائرية أنا أعرفها أعرف أخاها. هذه المرأة المباركة إخوان توفيت رحمها الله، توفيت في النفس، ربي جعلها شهيدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر أنواع الشهداء، المرأة التي تموت يعني بجمع أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تموت في النفس. المرأة هذه سمعتها لا تكلم يعني مع الشيخ ربي يرحمه برحمته الواسعة. قالت يا شيخ حتى يعني كان ذكية السؤال، قالت أنا نحكيك رؤيا واش رايك فيها؟ قال هاي تفضلي. قالت شفت روحي أنا وصديقة ديالي كنا في شرفة باخر وشفنا رجل يمشي. قالها كيش قالت له كيش من هذا الرجل يمشي وإذا به يقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت زدنا شغل حبينا نشوفوه مليح. قال هو يتقدم وشفنا رجل مراه. قال لك لا يضع النبي عليه الصلاة والسلام خطوة إلا لو قد خطأ معه. قال هذه رؤية مباركة، رؤية طيبة، هذا الرجل إن شاء الله يعني على السنة. قالت يا شيخ ذلك الرجل هو أنت. لا إله إلا الله. الشيخ الألباني رحمه الله ما عندكش نفسه، حتى قال الجماعة قالهم ينصرفوا ما قدرش يا إخوان مسكين يتكلم، ربي يرحمه برحمة الواسعة. طبعا هذا رؤيا لا شك يعني نحسبه كذلك إن شاء الله أنه كان على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رؤيا يا إخوان مباركة، والعلماء ربي عز وجل قد يبشرهم بأناس يرون لهم رؤى هي من عاجل البشرى وما ينتظرهم عند الله تعالى أكمل وأفضل بلا شك. وربي يجزي هذا الشيخ المبارك عن هذه الأمة خير الجزاء.